السلام عليكم. طبعا في الاول بشكر الاويده استاذ دكتور عادل عبد العزيز واستاذ دكتور مصباح على الدعوه الكريمه، واخواتي استاذ دكتور محمد مشاحيت والاستاذ دكتور خالد الحديدي. ولنا مع الاويده مشوار طويل، لسه كنا من كام اسبوع بنتذكر الذكريات الاولى في تكوين هذا الكيان وقد ايه الواحد كان صغير، وبنيجي بالقطر ونقضي احلى الاوقات مع الاخوه في صعيد مصر. طبعا بشكر شركة سيرفييه على انه اختاروني لانه نتكلم على حتة مش كتير بنتكلم فيها، ويمكن استغربت لما كلمني الدكتور رامز وقال عايزين نتكلم على المانجمنت اوف هايبرتنشن سواء في الدايبيتس او في النان دايبيتك من منظور معين. لما اتكلمت انا هو في المنظور لقيت انه فعلا هذا المنظور احنا مش كتير بنتطرق اليه في المانجمنت. الهايبرتنشن كلنا عارفين انه قد ايه الهايبرتنشن من الحاجات المهمه في الانكريز كارديوفاسكولار ديزيز مورتاليتي اند موربيديتي. انما لما اجي اقول الكارديوفاسكولار ديزيز او في السكر بالتحديد ماكروفاسكولار ديزيز، هلاقي انه السيريبروفاسكولار ديزيز انتيتي والكورونري ارتري ديزيز انتيتي والبريفرال فاسكولار ديزيز انذر انتيتي. ونلاقي انه لما جيت اعمل انترفنشن للجلوبال كارديوفاسكولار ريسك فاكتورز سواء الهايبرتنشن سواء الديسليبيديميا سواء الدايبيتس، وي هاف ا كونفليكتنج ريزلتس. لقيت انه رقم واحد في السيريبرو فاسكولار ديزيز هو المانجمنت اوف هايبرتنشن، رقم اتنين انه ذا نمبر يو هاف ريتشد ان ذا مانجمنت اوف هايبرتنشن له مردود على البريفنشن اوف تي اي اي، انه بريفنشن اوف فيرسال ستروك، وبالتالي انه ذا سول كارديو فاسكولار ريسك فاكتور اكتنج في السيريبرو فاسكولار ديزيز يمكن لوحده هو الهايبرتنشن. الوضع مختلف في الديسليبيديميا، هلاقي ان الديسليبيديميا اكتر حاجه تشتغل فيها هي الكورونري ارت ديزيز، وعشان كده الخواجه المتصابي رالف دوفرونزو قال انه الماكرو فاسكولار ديزيز ات از نوت وان انتيتي، وهي مجموعه انتيتيز مختلفه في كل انتيتي لها ريسك فاكتور. فاحنا هنتكلم على المانجمنت اوف هايبرتنشن في منظور البريفنشن اوف ستروكس اند سيريبرو فاسكولار ديزيز. طبعا الستروكس وكلنا تعرضنا، يمكن والدتي رحمه الله عليها توفت بستروك برضه كان سببه الهايبرتنشن، ويبدو انه فعلا انه رقم واحد في الستروك انسيدنس بريفالنس اند موربيديتي اند مورتاليتي هو وجود الهايبرتنشن. ليه؟ هذه الاستادي بتقول ان في دايركت ريليشن شيب قويه بين ذا سيستوليك بلاد بريشرز فاليوز اند ذا بريدكشن اوف ستروكس، عشان كده النمبر في الضغط مهم جدا في الستروك. رقم اتنين الفاريابيليتي، كلنا عارفين ان احنا في الكارديوفاسكولار ديزيز ان جنرال وي هاف 3 تايبس اوف فاريابيليتي. هارت ريت فاريابيليتي لا علاقه بالكورونريز، بلاد بريشر فاريابيليتي لها علاقه بالستروك، جلوكوز فاريابيليتي لها علاقه بحاجات كتير، ويمكن الفاريابيليتي في الثلاثه ريسك فاكتورز دول كل واحد له امباكت في حته. يهمني في هذه المنطقه هو البلاد بريشر فاريابيليتي وعلاقتها بالستروك. يمكن احدث اصدار، وانا من الناس اللي بحب هذه الرود مابس اللي عاملاها اليوروبيان سوسايتي كارديولوجي 2018 في انه وي هاف ديفرنت تارجتس الالدرلي، يمكن اخلي التارجت بتاعي ازيد شويه، اللي سنه اصغر شويه ارفع التارجت شويه، وبالتالي دي نقطه مهمه جدا. ليه؟ لانه احنا عارفين ان في حاجه اسمها جي شيبد فينومينون. هذه الجي شيبد فينومينون اكتر حاجه بتاثر فيها الاستروك. كل ما عملت تايت بلاد بريشر كنترول
كل ما فرصة الديسربشن في السيريبرال اوتو ريجوليشن وارده، وبالتالي يزداد الانسيدنس اوف ستروك. يمكن الوضع في الكيدني غير، يمكن الوضع في الهارت فيلير والكورونري ارتري ديزيز غير. يبقى اكثر حاجه الجي شيبد فينومينا اللي في الهايبرتنشن لها امباكت على السيريبرال اوتو ريجوليشن هي الستروك. اذا وبالتالي لما تتعامل مع مريض هايبرتنسيف عنده بريفيوس هيستوري اوف ستروك او جاله ترانزيت اسكيميك اتاك، لازم تحط في دماغك ان باورفول بلاد بريشر كنترول از ان سبيشال انتيتي. رقم 2 الكنترول يكون على طول. ورقم 3 واهم شيء انه it is not variable، وبالتالي الفاريابيليتي دي لها امباكت خطير في الستروك بيشنت. ومن هنا اهم شيء يصلح الفاريابيليتي، خدها من دلوقتي قبل ما نخش في التفاصيل، والكالسيوم شانل بلوكرز. السي سي بي ذا اونلي فازو دايليتور دراجز ذات برودوس سستيند بلاد بريشر كنترول. بشكر سيرفي اجين ان احنا بنتكلم في يونيك فورما من السي سي بي والدايوريتكس. هي الدايوريتك لها ايفيدنس؟ ايوه. بدايه الايفيدنس زمان لو نفتكر على الكلوروسايدون في الاولهات، الاولهات ترايلز غيرت في الجوينت ناشونال كوميتي 7 لو نفتكر الكلام ده من اكتر من 10 13 سنه، كان دايوريتك كلوروسايدون، ما بالك بقى بالاندوبامايد. هنشوف دلوقتي الايفيدنس. وجود الاندوبامايدز بديفرنت دوزج 1.24 2.5 على املوديبين 5 اور 10، هو ده الفورمه اللي هنتكلم فيها في النيتريكسام بفورمتيه الخمسة واحد وربع او العشرة اتنين ونص. وبالتالي we have two classes من الانتي هايبرتنسيف ميديكيشنز بيحسنوا السيستوليك بلاد بريشرز. وبما انه السيستوليك بلاد بريشرز هو اور تارجتس، يبقى بالتبعيه في الستروك بيشنت الدنيا هتبقى احسن. ويمكن لو نفتكر في الالهات كان اول كلاس مع الراس بلوكرز كان الدايوريتكس. اهو ادي الايفيدنس. لما عملنا كومبينيشن بتوين سي سي بي املوديبين، اشمعنى الاملوديبين؟ لان هو الفازر اوف سي سي بي. يعني لما اجي اقارن بالسي سي بي لازم احط املوديبين، لما اجي اقارن بالبيتا بلوكر بحط الاتينولول واشوف عليه، لما باجي اقارن بالايس انهيبيتورز بيجي الكابتوبريل ومن بعده البريندوبريل وهكذا. وبالتالي في واحد فيرست ان كلاس، فيرست ان كلاس في السي سي بي هو الاملوديبين. وادي الاستدي بتقول انه الكومبينيشن بتوين املوديبين بلس اندوبامايد كان فيري افكتيف ان ريدوسينج بلاد بريشر فاريابيليتي، وبالتبعيه التحسن فين؟ في الستروك بيشنت. كل واحد في هذا الكومبينيشن له الويلز اوف ايفيدنس. عندي ترايلز بتؤكد ان الاملوديبين له افكتيفنس ان ريدوسينج سيستوليك بلاد بريشرز، ومن ثم الفاريابيليتي، ومن ثم الستروك بيشنت، وكذلك الناتروليكس او الاندوبامايدز. بنقول انه طبعا the best in class او the father of the class of calcium channel blockers او direct vasodilator هو الاملوديبين. we have a lot of data بتقول انه من كل هذه الميتا اناليسيز انه we have a highly significant difference في الستروك incidence and prevalence في الناس اللي عندهم او اللي خدهم الاملوديبين. وبالتالي calcium channel blockers have a greater effect on stroke reduction than expected by a number فقط. يبقى إذن what beyond the number goes to CCB، وهذا كلام الأوروبيان سوسايتي أوف كارديولوجي. نفس القصة، مش بس الستروك، كمان sustained blood pressure control والتحكم في الفاريابيليتي له مردوده على الميوكارديال انفاركشن. وأدي الفاليو ترايلز اللي كانت بتقارن الاملوديبين بيزد ريجيمين فيرسس الفالزرتان بيزد ريجيمينز، وكان في عندي سيجنيفيكانت حوالي 19% ريليتيف ريسك ريدكشن في المايوكارديال انفاركشن لما قارنت الاملوديبين
based therapy versus valsartan based therapy. ادي الايفيدنس اللي بيعضد من انه الاملودبين باورفول انتي هايبرتنسيف ميديكيشن فيرست ان كلاس وبيحسن السيستول وبيقلل البلاد بريشر فاريابيليتي. كلنا عارفين التيب اوف ايسبيرج اللي باين لك ده هو مجرد تيب لجبل جليد تحته مشاكل كتير. وبالتالي اللي نعرفه عن الاندوبامايد الحته دي انما وي هاف ا لوت اوف ان نون ايفيدنس تحت سطح جبل الجليد زي ما بنقول. ادي الـ 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 القصه لما جيت اقارن السازايد دايوريتيك فيرسس السازايد لايك دايوريتكس. السازايد لايك دايوريتيك هو الاندوبامايد، اما السازايد دايوريتيك فعندي الكلوروسيريدون والهيدروكلوروسازايد. بنقول في ريفيو 10 راندومايزد كنترولد ترايل كان في سوبريوريتي للاندوبامايد، وكلنا عارفين قد ايه الاندوبامايد واخد حظه في النايس جايد لاين لما اجي اقارن الدايوريتكس سواء السازايد او النان سازايد دايوريتك. نقطه في منتهى الاهميه، ازاي اعمل تحكم في الفاريابيليتي؟ هو عن طريق قياس الامبولاتوري بلاد بريشر مونيتورنج، اللي حديثا الاوروبيان سوسايتي كارديولوجي قالت لازم العيان اللي عنده الضغط اقيس له الصبح واقيس له بالنهار واقيس له بالليل عشان اشوف العيان ده ديبر ولا نان ديبر، لانه النان ديبر هما اخطر مجموعات الضغط. ليه؟ هما اعلى ناس يجيلهم استروك. والدتي جالها الاستروك الفجر وكانت قايمه تتوضى جالها الاستروك الفجر. اذا صح انه النان ديبرز دي من الحاجات الخطيره، يجيلهم مايوكاردر انفاركشن ايرلي مورنينج، يجيلهم استروك ايرلي مورنينج، وبالتالي لازم اشوف العيان بتاعي ضغطه بيقل وهو نايم او بيزيد. بيزيد يبقى لازم اعمل اديشن اوف سكند ميديكيشنز باي نايت تو كنترول ساتش نان ديبر فينومينون. ادي القصه اللي بتقول انه الاندوبامايد اس ار بيعمل لي تحسن في هذه الديبنج فينومينا سواء في السيستوليك بلاد بريشرز او في الدايستوليك لما جيت اقارنه فيرسس هيدروكلورو سازايد اللي تقريبا ما عمليش الا اكتر من 33%، بينما الوضع في الاندوبامايد اس ار قد يزداد الى اوفر 75%. ادي الافيدنس من الهايفي ترايلز اللي اتعملت على الاندوبامايد وقالت ان في عندي 34% ريلاتيف ريسك ريدكشن للستروك، وعندي 39% ريلاتيف ريسك ريدكشن للفيتال ستروك. ذاتس واي هذا الكومبينيشن شركه سيرفيه بتبيعه اكتر في الناس اللي عندهم سيريبرو فاسكولار ديزيز، لانه وي هاف ا ويلث اوف داتا اللي بتؤكد على انه هذا الكومبينيشن سواء الدايوريتيك او السي سي بي له بوتنشال بينيفيت ان ستروك بريفنشنز. وات بياند الستروك؟ هارت فيلير طبعا. طالما الدايوريتيك توقع ان هيكون البينيفيت اعلى ما يكون، وصل الى 72% ريلاتيف ريسك ريدكشن في الانسيدنس اوف ذا نيو كيسز اوف هارت فيلير. طب قبل هارت فيلير ال LVH ليفت فينتريكولر هايبرتروفي الريموديلينج اللي بيحصل في الليفت فينتريكل برضه بيتحسن في مجموعات الدايوريتيك بالذات الاندوبامايد، وده كلام اليوروبيان سوسايتي كارديولوجي 2007. نقطه ثانيه برضه الهايبرتنشن مش بس ستروك، بيلعب في حاجات ثانيه من ضمن الحاجات اللي بيلعب فيها النفراباسي او الكرونيك كيدني ديزيز. ادي الايفيدنس على انه برضو السازايد لايك دايوريتيك اندوبامايد بيقلل اليورينري البومين كرياتينين ريشيو، يعني بيقلل الالبومين يورينري البومين اكسكريشن، وبالتالي مع مرور الوقت هيعمل لي بروتكشن على مستوى الكيدني زي ما الدكتور مجدي الشرقاوي تفضل وقال. نفس الكلام طلع من الهايفيت انه وي هاف 28% ريدكشن للمورتاليتي، وبالتالي خد الانديكيشن انه it can save life versus البلاسيب. طب لما اجي اقارن ما هو دايوريتيك يبقى لازم اقارنه باقرنائه من ذات المجموعه، ذات المجموعه اللي هم السازايد دايوريتيك. اهو ادي الافيدنس كلها بتقول انه
الاندوبوميد از مور بيتر ذان الهيدروكلوروسازايد بنسبه الاستروك في الكارديك ايفنتس الهارت فيلير. لما قارن المجموعتين ببعض بيتفوق الاندوبوميد في الثلاثه انديكيشن دول. اذا كل الانترناشونال جايدز سواء الاوروبيه او الامريكيه بتقول انه وي هاف بوتنت بلاد بريشر ريدكشن ذان هيدروكلوروسازايد, وي هاف لونجر ديوريشن اوف اكشن احسن من هيدروكلوروسازايد, وعندي في الهايفيد كارديوفاسكولار اوت كم احسن من اللي جه في الالهات زمان بتاعه الهيدروكلوروسازايد والكلوروسالدون. وبالتالي الكلوروسالدون والاندوبوميد هاف بين يوزد. للاسف الكلوروسالدون ما عادش متوفر في السوق المصري, بقى اللي موجود دلوقتي الاندوبوميد, والاندوبوميد از مور سيبيريور ذان هيدروكلوروسازايد, وده كلام الاوروبيان سوسايتي كارديولوجي 2018. الناس اللي عندهم ريزيستنت هايبرتنشن, قبل ما اقول ريزيستنت هايبرتنشن لابد من اضافه دايوريتيك, ويفضل في هذا الدايوريتيك السازايد لايك دايوريتيك سواء الاندوبوميد او الكلورو سالدون, وده كلام الاوروبيان سوسايتي كارديولوجي. دايابيتس او الهايبرتنشن كندا, although sazides as well as sazide like diuretic remain initial treatment option, انما اللونج اكتنج سازايد لايك دايوريتيك اللي من ضمنها الاندوبوميد بتديني لونجر اكتنج ثيرابي احسن من الهايدرو كلوروسازايد. طبعا انا قلت من شويه يمكن الناشونال انستيتيوت اوف كلينيكال اكسلانس اكسلانسات بتاعه انجلترا زمان بتقول انه الاندوبوميد والكلوروسالدون كدايوريتيك احسن من الهايدرو كلوروسازايد. نفس الكلام الميتابوليك افكت بتاع الاندوبوميد ات سيمز انه اقل شويه من السازايد بالنسبه لي الجلايسيميك كنترول, بالنسبه لليوريك اسيد, بالنسبه للليبيد ديتريويشن. وادي الويلث اوف ايفيدنس من الفاليو, من الادفانس, من الهايفيد, ا لوت اوف داتا بتؤكد انه السيسيبي امليدوبين بلس اندوبوميد من الحاجات المهمه جدا. وادي الكومبينيشن اللي نصت عليه الجوينت ناشونال كوميتي 8, لما تستخدم دايوريتكس وعندك مشكلة مع الدايوريتيك it is better to use endobomide مع الاس والاي ار بيز والسي سي بي. نفس الكلام طالع من الاي دي اي 2021 في المانجمنت اوف هايبرتنشن في الناس اللي عندهم تايب 2 دايابيتس. انا قلت اهو من اعظم الجايد لاينز اللي طلعت في اليوروبيان سوسايتي كارديولوجي 2018, لانه عامل رود ماب, عامل لك خارطة الطريق للمانجمنت. عايز وان بيل يكون فيها ايس او اي ار بي سي سي بي اند دايوريتيك, مفيش احسن من انه لما تستخدم الايس والاي ار بي تدور على بيل فيها الاثنين زي النيتريكسام. نفس الكلام وي هاف ويلث اوف ايفيدنس, كل الجايد لاينز اجمعت على انه السازايد لايك دايوريتيك اندوبوميد مور بيتر ذان هيدرو كلوروسازايد. ومن ثم we have facing a unique forma اسمها النيتريكسام اندوبوميد اس ار بلس املودبين 5 10, ويمكن هم اعتبروه a new hope for the blood pressure control, انه الوجه الحقيقي للانسان هو الوجه الحقيقي للارتريز. كل ما عملت good protection للارتريز كل ما زودت شباب, زي ما بنقول الشباب شباب القلب وليس البشره, هنقول هنا الشباب شباب الارتريز وليس البشره. ادي الافكت على الارتيريال ستيفنس بيتحسن, ودي نقطه مهمه جدا لها علاقه كارديوفاسكولار ديزيز. في الهاي سولت انتيك يبقى الدايوريتيك اوف تشويس, في الناس اللي عندهم سولت انسنسيتيف يبقى الهايبرتنسيف بيشنت اللي معاه دايوريتيك از ماتش مور. استخدام الاملودبين بلس الاندوبوميد من الحاجات اللي بتحسن الفاسكولار integrity and vascular stiffness اللي هينعكس على rapid control of blood pressure, powerful agent to reduce blood pressures, يوصل لك التارجت في أسرع وقت, وبالتالي يعتبر a good solution للmanagement of hypertension لأنك we have two agents to control blood pressures. ومن هنا تفوق الCCB بلس
بلس انتبوميد على الايس املودوبين، ويبقى ده هوب تو بي ترانسميتد تو ذا اور بيشنت وذ ستروك. اي عيان تقابله دايابيتك نون دايابيتك وعنده ترانزيت اسكيميك اتاك او عنده بريفيس ستروك، يبقى النتريكسام مي بي ا سوتابل اوبشن تو كنترول ساتش بريشر. اند ثانك يو.